السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن كلب لسه جاي في المزرعة، وزي ما قلت لكم ان احنا كل كلب بيجي هنا بنتكلم عليه عن شخصيته، واكيد ان انت هتقابل كلب عندك في البيت او انت كلب انت مربيه بيكون نفس الشخصية. هنوريك الكلب ده بيتغير ازاي، بنتفاعل معاه ازاي، بنتعامل معاه ازاي. طبعا دي بتكون حاجة مهمة جدا لكل مربين الكلاب. اي كلب لازم ندقق على كل التعاملات بتاعته. الكلب اللي جاي معانا طبعا كلب اسمه ماكس من محافظة البحيرة مركز شبرخيت. هو دلوقتي بيعمل حمام، المفروض ان الكاميرا اللي بيصور ما يجيبش عليه، المفروض يعني تكنولوجيا التصوير عالم التصوير، يعني في ناس بتقرف مثلا، في ناس كذا، بس احنا كمربين كلاب احنا ما بنقرفش، يعني اي مربي كلاب ما بيقرفش، بس في ناس بتتابع القناه بتاعتنا ما بتكونش فيها لا في تربيه الكلاب ولا مربيه كلاب خالص، فاحنا عشان ما نجيبش الكلب يعني الراجل بيعمل زي الناس، يعني المفروض ان احنا ما نجيبش عليه ما نسيحلوش يعني. خلاص بقى نحط قرار ان ابواب الحمامات تنشال بقى، ملهاش اي داعي بعد كده ابواب الحمامات. انا شايف ان الحلو عنده امساك، بس ما نقدرش نحكم على الامساك اللي عنده تمام، علشان ده لسه ما كانش عندنا ولا وجبه، لان جاي امبارح بالليل ما لحقش ان هو ياكل، يعني هيبدا ياكل النهارده. معنى كده ان كان صاحبه بياكله ناشف. تمام ماكس، تعالى بقى كده وريني جمالك وحلاوتك. ماكس كلب جيرمان لونج هير. لاحظت في ماكس ان اول ما جاء ان الكلب ده مفيش اهتمام عليه ولا رعايه، بالذات التسريح والتمشيط. لو خليت الكلب ماشي من جنبي ويتعامل كده، ادي كميه شعر طالعه من الكلب دي، اسمه شعر قلش او شعر تغيير. اي كلب معروف ان هو بيغير في السنه مرتين. تغيير الشعر ده ان ما كنتش انا نهتم بيه كمربي، هنخلي كلبي يلم كميه حشرات محدش يتخيلها. غير كده وكده ان الشعر اللي هو شابط في الجسم ده اللي هو ده اهو، الكلب حتى مش حاسس بيه ولا بنخلعه. تمام، لان ده مش لازق في الجلد، ده شعر معلق في الشعر الجديد. فمعنى كده ان ده بيحمل كميه ميكروب وكميه امراض ممكن تيجي للكلب بعد كده وتسبب للكلب مشاكل صحيه. طيب نتفادى الموضوع ده ازاي؟ نتفادى الموضوع ده ان انا دايما ايدي على جسم الكلب، دايما نسرح للكلب بتاعي، دايما نهتم بنظافته علشان كل الحاجات دي ما تبقاش موجوده في الكلب. معنى كده ان صاحبه يعني ايه نظام، لا بس ممكن يكون صاحب الكلب عنده ظروف شخصيه او عنده اي مشكله شخصيه فمش فاضي للكلب شويه، فعشان كده الكلب بيخش مركز تدريب او مزرعه ياخد الرعايه بتاعته فيها. دي حاجه اساسيه بالنسبه لنا احنا مع الكلاب. اي كلب بيخش لنا هنا دايما الفرشه، يعني فاضل خلاص الواحد يشيل المحفظه ويشيل فرشه التسريح معاه، فدي حاجه اساسيه احنا نتعامل بيها. لازم دايما فرشه التسريح بتكون في جيب كل واحد من اللي شغالين معانا، كل واحد ليه فرشته بيستلمها من معانا. تمام، ويبدا ان هو يشتغل بيها. ماكس واضح ان هو كلب هادي، بس اي كلب بيخش المزرعه بنبدا ان احنا نكممه ليه؟ علشان اي تفاعل للكلب ممكن يكون كميه الخوف اللي فيه تاثر عليه نفسيا، واي حد بيخش يحله يبدا يقعد. بس طبعا لما تعاملنا مع ماكس لقينا ان هو الموضوع مش محتاج كمامه خالص، وهو كمان واضح ان هو يعني عادي عنده يلبس الكمامه مش فارقه معاه، ما يلبسهاش مش فارقه معاه. طبعا الكلب هادي جدا وشخصيته جميله جدا، وكمان واضح ان هو ملوش دخل باي حاجه. ماكس لاحظنا فيه، والكلام ده طبعا انا بنقوله عن ثقه، ان بيتعامل معاه ناس كتير، يعني اشخاص كتيره بتتعامل مع الكلب ده، بياكلوه ويشربوه والكلام ده كله. لان كمان اللي عرفته من صاحبه ان الكلب ده مربوط في مخزن وفي ناس عمال وكلام من ده كله بيخش ويطلع، فمعنى كده ان الكلب طبعا متفاعل مع الكل. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل للكلب ده حدود، ان احنا نحط له مين عدوك ومين حبيبك. حبيبه اللي بياكله ويشربه وبيدربه ويتحرك معاه دايما وبيحميه وبيسرح له، وعدوه اي شخص تاني بيحاول ان هو يخش المكان بتاعه او يحاول يفرض سلطته عليه. هنبدا دلوقتي ندي الماكس اول حقنه هياخدها معانا في المزرعه اللي هي حقنه الحشرات، وبعد كده هندي له تطعيم السماني. وزي ما قلت لكم ان تطعيم السماني ده شيء هيكون لازم منه لاي كلب يخش عندنا في المزرعه هنا. حتى كلابنا هنبدا نطعمها سماني سنويا، يعني كل كلب عندنا هنا هنبدا نمشي معاه السماني ده نظام بالسنه، كل سنه هندي للكلب بتاعنا. حتى النتيات الحوامل قبل الكلبه بتاعتي ما تولد ب 15 يوم هنبدا نديها تطعيم ثنائي، ده حفاظا على صحه الجراوي اللي هتنزل منها، وهيكون حاجه كويسه لمناعه الجراوي كمان. تعالوا دلوقتي ان احنا ندي بقى للكلب تطعيم الحشرات. تمام، انا ممكن ما نحتاجش حد معايا مساعده ولا حاجه، يعني ممكن نلبس للكلب الكمامه. تعالى بقى، تعالى بقى يا عم، تعالى بقى يا عم، البس كده يا عم، بس بقى يا عم. بص هو الموضوع ايه، موضوع كوكو سريع شويه، يعني ما تقلقش زي ما انت كوكو.
زي ما انت كوكو، زي ما انت، زي ما انت. حسيت بحاجة؟ طبعا كده انا اديت للكلب بتاعي حقنة حشرات علشان لا قدر الله اي حشرات تيجي من كلب تاني او تكون فيه هو حشرات، يبقى اصبح ان الكلب بتاعي يكون نضيف. بس طبعا واضح ان الحمد لله الكلب نضيف، ما فيهوش اي مشاكل ولا اي حشرات في الكلب. هنبدا بقى نخلع الكمامة كده. طيب هتدي سوماني امتى يا ابو نور؟ هندي سوماني بعد مرحله مثلا 4 ايام او 5 ايام لما مفعول الحقنه اللي انا اديتها له يقل شويه. واضح ان الكلب عنده مساك، الكاميرا تجيب عليه كده. ليه؟ واضح ان هو يعني مش مرتاح شويه، ده معناه ان الكلب بياكل فيه رجول كتير في الاكل. ايه؟ ايه؟ اه طبعا واضح جدا ان الكلب عنده بيعاني من مشكله الامساك. ده باذن الله هنظبطه معانا في الاكل بتاعه، لان لسه ما اكلش عندنا ولا وجبه، هتكون اول وجبه ليه النهارده في الاكل بتاعه. يلا اعمل حمام براحتك كده عشان نبدا نتحرك. لما تيجي تتعامل مع كلبك ما تحاولش ان انت تفك الكلب وتبدا تمشي بيه طول ما هو بيعمل حمام. يعني في ناس كتير بتعود الكلب في مكان للحمام ومكان للقعده، فلما تربط الكلب بتاعك ويعمل حمام ما تبقاش مستعجل، خلي فيه هدوء في التعامل مع الكلب. خلاص الكلب بتاعي عمل حمام، هنبدا نمشي. وزي ما قلت لكم اول ما نحل السلسله مش هنمشي. ايه ده؟ بيستغرب بيقول انت بتعمل ايه؟ طب انا قعدت لك اهو. في ناس اول ما بيروح للكلب بتاعه بيحله بيجي حالل وماشي على طول. الحركه دي انت بتعلم بيها الكلب خصله مش كويسه، اللي هي الكلب بتاعك اول ما يسمع صوت السلسله تلاقيه يبدا ان هو ينط شمال ويمين ويجري، وممكن يوقعك وممكن يعورك بالسلسله اللي فيه. لازم نتعامل مع الكلب واحده واحده. ماكس سبحان الله الدفعه دي شكلها كلها مؤدبه. ماكس يلا بينا. ماكس تعال. ماكس ماكس ها يلا ماكس شاطر ها يلا ماكس برافو ماكس ها لا. لو لاحظنا يا جماعه الكلب دلوقتي عامل حركه غريبه شويه. جت في الكاميرا؟ جت؟ ما خدتش بالك منها انت؟ ما خدتش بالك منها؟ طب عامل ايه؟ مسك رجلي من ورا. بص خدت بالك؟ دي حاجة ظهرت في الكلب دلوقتي اهي. طبعا كده معناه ان الكلب فيه انة، في حد كان بيلعب الكلب ده برجليه. تمام لاحظنا. ماكس 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 احتياطات امنية كده. لاحظنا كمامة. بص بقى يا سيدي، انت عملت حركه دلوقتي عيبه خالص، المفروض ان انت ما تعملهاش يعني. فاحنا هنبطلها لك ازاي؟ طبعا طبعا حركه زي ديت ممكن الكلب بتاعك وهو ماشي في الشارع يمسك رجليك بالطريقه ديت، دي شكلها وحش جدا وغريبه. وبعدين الموضوع مش موضوع ان انت غريب بالنسبه له او مدرب غريب غير صاحبه. الكلب ده صاحبه ما كانش بيتعامل معاه، الكلب ده كان مليون واحد بيتابع معاه، واكيد المليون واحد اللي بيتابعوا مع الكلب ده اكيد فيهم ناس مش فاهمه كويس في تربيه الكلب. يعني احنا المفروض كده ان احنا بنحسن سلوكياته وهندربه كمان. تعالوا بقى نبدا نمشي بالكلب كده ونشوف الحركه اللي عملها ديت وازاي هنخليه ما يعملش حركه زي كده تاني. يلا 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 ماكس لاحظ ماكس ها ماكس ماكس ها برافو
ماكس، ها ماكس 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 ماكس، ها يلا تعال يلا 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 ماكس تعال، شاطر شاطر شاطر، يلا ها برافو برافو، شاطر 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 ماكس، يلا لو لاحظنا يا جماعه ان كذا مره الكلب بيخش بالكمامه في الرجل من ورا، يعني الكلب عايز بيقول لك اقف اقف ما تمشيش انا اللي هنوقفك. معنى كده ان الكلب ما كانش حد معوده كتير ان هو يمشيه بس بالليش او بالسلسله، تمام؟ فالكلب بيديك اشاره تنبيه بيقول لك لو اتحركت او الرجل دي اتحركت كتير هنعضها لك من ورا من هنا. فبكده لازم ان انت تتعامل مع الكلب بحرص. هنبدا نلبس الكلب الكمامه وهنبدا نتعامل معاه في المشي. طبعا دي حاجات بيبقى لها شغل معين معانا في الشغل، ازاي يبقى فيه سلوكيات او سوء سلوك عند الكلب، ازاي نخليه يبطل الحركه دي خالص مع الشغل اللي احنا بنشتغل معاه. هنتابع مع ماكس في حلقات باذن الله قريب جدا. ونصيحه لكل الناس اللي بتربي كلاب، لو انت جايب كلب عشان الناس تربيه لك خدها مني نصيحه بلاش. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.